السلام عليكم، أسعد الله يومكم طلبتي الأكارم، طلبة السنة أولى ثانوي جدع مشترك علوم وتكنولوجيا. اليوم رانا في الدرس رقم 4. الحصة الماضية شفنا الدرس رقم 3، تعرفنا على الأعداد الأولية، تعرفنا كيفاش نديرو كيفاش نشوف إذا كان عدد أولي ولا عدد غير أولي، تعلمنا كيفاش نديرو التحليل إلى جداء عوامل أولية. معناها اللي ما شافش الدرس السابق أوبليجي عليه يشوف الدرس السابق أولا بعد يشوف هذا الدرس، راح تلقوه في قائمة التشغيل بإذن الله. اليوم ان شاء الله راح نشوفوا استعمال التحليل الى جداء عوامل اوليه. معناها هذاك التحليل اللي قلنا المره اللي فاتت واش راح نديروا به بالضبط. اذا الاستعمالات كاين ثلاثه. اول حاجه نحسب به القاسم للمشترك الاكبر اللي نسموه بي جي سي دي، لو بلي غران كومان ديفيزور. الاستعمال الثاني وهو المضاعف المشترك الاصغر اللي هو البي بي سي ام. صح. الاستعمال ثلاثة، معرفة إذا كان عدد، إذا كان عندي عدد ناطق نعرف إذا كان عدد عشري أو لا باستخدام التحليل إلى جداء عوامل أولية. إذا مش منطولوش في درس اليوم، جبت لكم عددين حللناهم ديجا، يعني أكيد اللي تفرج الفيديو السابق يعرف يحلل أي عدد إلى جداء عوامل أولية. عندي العدد 2450 حللنا إلى جداء عوامل أولية، و1200 حللنا إلى جداء عوامل أولية. معناها واش نقولوا دوكا؟ نقولوا يا جماعة باللي 2450 واش تساوي؟ هي 2 في 5 و5 يعني 5 أس 2 في 7 و7 يعني 7 أس 2. تحب تتحقق واش تروح دير بالآلة الحاسبة، اكتب 2 في 5 أس 2 في 7 أس 2 راح تعطيك 2450. نفس الشيء بالنسبة إلى 1200 واش تساوي؟ هي 2 و2 و2 يعني 2 أس 4 في 3 في 5 و5 يعني 5 أس 2. إذا حللنا كل من العددين إلى جداء عوامل أولية. السؤال مطروح، كيفاش نحسب البي جي سي دي باستخدام التحليل إلى جداء عوامل أولية؟ معناها في السنة الرابعة متوسط قريتوا ثلاث طرق، طريقة القواسم، طريقة الطرح المتتالي، طريقة خوارزمية إقليبس. اليوم راح نتعرفوا على الطريقة الرابعة لحساب البي جي سي دي وهي باستخدام التحليل، استخدام التحليل إلى جداء عوامل أولية. واش نقول؟ أول خطوة نقوم بتحليل العددين. يا جماعة لازم يكونوا عددين طبيعيين، البي جي سي دي يكون لعددين طبيعيين يعني ينتمي إلى مجموعة آمنة. حتى نقوم بحساب القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين، أول حاجة نقوم بتحليل هذوك العددين إلى جداء عوامل أولية. هذه أول حاجة. ثاني حاجة نأخذ، ركز معي مليح، نأخذ العوامل المشتركة، نأخذ العوامل المشتركة، ركزوا على كلمة المشتركة، بأصغر أس. صح أستاذ، لماذا نأخذ العوامل المشتركة؟ لماذا نأخذ العوامل المشتركة؟ لأنه اسمه القاسم المشترك، لأنه هذاك القاسم لازم يقسم لك هذا ويقسم لك هذا، لذلك نأخذ العوامل المشتركة. أستاذ، لماذا تكون بأصغر أس؟ علاش ما نزلوش أكبر أس؟ صح، إذا كان بأصغر أس، إذا كان الأس صغير معناه مضمونة أنه يقسم لي العددين. إذا كان عندي عامل كي نهزو أصغر أس يعني مضمون أنه يقسم هذا العدد وهذا العدد. لكن لو كان نهزو أكبر أس، مثلا لو كان نهزو مثلا هنا 2 أس 4، شكون الكبيرة؟ هذه 2 أس 1 وهذه 2 أس 4. لو كان نهزو 2 أس 4، 2 أس 4 ممكن تكون تقسم هذا وما تقسمش هذا، لذلك شنو نهزو؟ نهزو أصغر أس باش يكون مضمون أنه يكون قاسم مشترك. لا علينا، إذا حللنا العددين إلى جداء عوامل أولية. الآن نأخذ العوامل المشتركة بأصغر أس، معناها بي جي سي دي العددين 2450 والعدد الثاني اللي هو 1200. واش راح نديرو يا جماعة؟ نديرو جداء العوامل المشتركة وبأصغر أس. كيف يا أستاذ؟ نفهمك بشوية. صح، قولوا لي اثنان عامل مشترك ولا غير مشترك؟ عامل مشترك موجود هنا وموجود هنا. صح، خمسة يا جماعة عامل مشترك ولا غير مشترك؟ عامل مشترك موجود هنا وموجود هنا. صح، الآن قولوا لي سبعة أسوي عامل مشترك؟ ليس عامل مشترك. هل ثلاثة عامل مشترك؟ ليس عامل مشترك. إذا نأخذ هذه العوامل المشتركة. صح، نأخذ العوامل المشتركة، نسيت نقول لكم باللي العوامل المشتركة مرة واحدة فقط، نزل الزوج نزل مرة واحدة وبأصغر أس. إذا
هنا عندي 2 و2 اس 4 نهزهم مره واحده برك. اه استاذ تقول لي نهزوا 2 اس 4 ولا 2 برك؟ نهزوا 2 ديما نهزوا اصغر اس. وفهمتكم معناش؟ اذا نهزوا 2. في الان شوفوا واش عندي، عندي 5 اس 2 و5 اس 2 عامل مشترك. تقول لي استاذ شكون صغيره شكون كبيره؟ هنا كيف كيف هز واحده فيهم وخلاص، لما يكونوا كيف كيف نهز اي واحده. اذا في 5 اس 2 ونحسبوها 2 هاي 2 25 تعطيك 25، 2 في 25 تعطيك 50. اذا البي جي سي دي تاع 2450 و1200 هو 50. حلينا البي جي سي دي بطريقه جديده وهي التحليل الى جداء عوامل اوليه. تقدروا تتاكدوا بطريقه الطرح ولا بطريقه خوارزمية إقليز راح توصلوا الى نفس النتيجه. يلا يلا نكملوا. الان راح نتعلموا حاجه جديده وهي المضاعف المشترك الاصغر. ممكن التلاميذ يقول لك استاذ وش هو المضاعف؟ يعني اول مره تسمعوا به ديجا، تعرفوا القاسم للمشترك الاكبر، لكن اللي هو بي بي سي ام هذا اللي هو المضاعف المشترك الاصغر ما تعرفوش. نعطيك مثال بسيط باش تفهم وش هو المضاعف المشترك الاصغر. البي جي سي دي واش نخرجوا؟ نخرجوا القواسم تاع العدد الاول والقواسم تاع العدد الثاني، ومن بعد نحدوا القاسم للمشترك الاكبر. لكن المضاعف ما نجيبوش قواسم وانما نجيبوا المضاعفات. يعني مثال بسيط، عندي 3 وعندي 4. مضاعفات الثلاثة هي 6 9 12 15، صح. مضاعفات الأربعة وش هي؟ 8 12 16 إلى آخره. أول مضاعف مشترك شكون هو؟ أول مضاعف مشترك هو 12. أول مضاعف. ممكن لو كان نزيدو نديرو مضاعفات تاع هذا ونزيدو نديرو مضاعفات هذا نطيحو في مضاعف اخر، لكن احنا نتكلمو على المضاعف المشترك الاصغر، معناه الاول فيهم هو الاصغر. ممكن تكون مضاعفات مشتركه لكن ماشي الاصغر، اذا نتكلمو على المضاعف المشترك الاصغر. اذا اكيد هذه الطريقه راح تكون متعبه خاصه مع الاعداد الكبيره، لذلك راح نديرو كيف نتعلمو كيفاش نديرو المضاعف المشترك الاصغر بطريقه التحليل الى جداء عوامل اوليه. يلا ركزوا معايا مليح يا جماعة. أول شيء نفس الطريقة نقوم بتحليل العددين الطبيعيين إلى جداء عوامل أولية. الخطوة الثانية ركز معايا مليح، نأخذ العوامل المشتركة والغير مشتركة. بأصغر أس. ديما ننسى جماعة، ديما مرة واحدة، ديما تفكروا بلي راهي مرة واحدة. إذا نأخذ العوامل المشتركة والغير مشتركة، المعذر هنا بأكبر أس، غلط اسمحوا لي. إذا هنا راهي بأكبر أس. نأخذ العوامل المشتركة والغير مشتركة بأكبر أس، بأكبر أس. كيف يا أستاذكم فهمك؟ مثلا راح نحسبوا بي بي سي أم تاع العددين 2450 و1200، صح. واش قلنا؟ قلنا ناخذ العوامل المشتركه والغير مشتركه باكبر اس. واش حبيت نقول لك؟ اذا لقيت عوامل مشتركه هز مره واحده، لكن ما تهزش الاس الصغير وانما هز الاس الكبير. استاذ علاش نهز الاس الكبير؟ رانا لانه ماناش نحوسوا على القواسم وانما نحوسوا على المضاعفات. اذا واش قلنا؟ كيما هنا عندي 2 و2 اس 4 عامل مشترك، صح. نهزوا اكبر اس ولا اصغر اس؟ نهزوا اكبر اس. اذا نهزوا 2 اس 4. في استاذ 5 اس 2 و5 اس 2 كيف كيف؟ نهز واحده فيهم، صح. اه بصح كاينه حاجه جديده يا جماعه، قال لك العوامل المشتركه والغير مشتركه. حتى الغير مشتركه نهزوها، اصغر اس الاكبر اس ما يهمش، لانه اصلا يكون غير مشترك نهزو كيما راهو. 3 غير مشترك نهزوها، 7 اس 2 غير مشترك نهزوها 7 اس 2. على حاسبه ونحسب، على حاسبه ونحسب. نكتب 2 اس 4 في 5 اس 2 في 3 في 7 اس 2، صح. خرجت لي 58 و800
جماعه ديما عاودوا ورايا الحساب اون كان نكون غلط، ولا تحط لي في التعليقات على الاقل ننتبه، وندير لكم ديما كي يكون كاين غلطه في الحساب ندير لكم تعليق مثبت ونقول لكم راهي كاينه غلطه في الحساب، ديما عاودوا رايا. اذا المضاعف المشترك الاصغر هو 58800، باش لقيناها؟ لقيناها باستخدام التحليل الى جذاء عوامل اوليه، هزينا العوامل المشتركه باكبر اس والعوامل الغير مشتركه نهزوها كما راهي، اكيد ديما نهزو مره وحيده. اذا دوك واش عرفنا على الاستعمال الاول، الاستعمال الثاني نروح نمحو الطابلو ونتفرغوا الى الاستعمال رقم 3. طلبة الاكارم نواصل مع اخر استعمال وهو الاستعمال الثالث للتحليل الى جذاء عوامل اوليه، تابع معي جيدا. 3، من خلال التحليل الى جذاء عوامل اوليه نقدر نعرف اذا كان العدد ناطق هل هو عشري او لا. فهمكم اولا كيفاش هذه جماعه، كاين اعداد ناطقه عشريه وكاين اعداد ناطقه غير عشريه. مثلا لما نقول 1 على 2 هو عدد ناطق عشري، لماذا عدد ناطق؟ لانه مكتوب من شكل ا على ب، حيث ا على ب هذا كسر غير قابل للاختزال، هذا ناطق عشري. لماذا؟ لانه يعطيك فاصله منتهيه او يمكن كتابته من الشكل ب على 10 اس ان، حيث ان عدد طبيعي وبي عدد صحيح نسبي. هذه فهمنا فيها. وكاين اعداد ناطقه غير عشريه، مثلا لما نقول 7 على 3 لو كان تحسبوها تلقاها 2 فاصله غير منتهيه. لما تكون فاصله غير منتهيه معناها مستحيل اني نقدر نكتبها من هذا الشكل، ومنه نقول ان الاعداد غير عشري. اذا كاين اعداد ناطقه عشريه وكاين اعداد ناطقه غير عشريه، فهمتوني؟ هروح تشوفوا. قال لي يكون العدد الناطق بي على كي. جماعه باش يكون بي على كي عدد ناطق، واش قلنا؟ لازم يكونوا بي وكي اوليان فيما بينهما. ما معنى اوليان فيما بينهما؟ معنى هذا الكسر غير قابل للاختزال، معنى هذه القاعده كي نطبقها تاكد اولا انه بي وكي اوليان فيما بينهما، ولا الكسر هذا غير قابل للاختزال. طريقه بسيطه جدا، تقدر مثلا تحسب بي جي سي دي، اذا لقيتوا 1 معنى اوليان يختلف على 1 معناها هذاك الكسر قابل للاختزال، قم باختزاله. صح، ولا كاين طريقه اخرى حتشوفها معايا. اذا يكون العدد الناطق بي على كي، حيث بي وكي اوليا فيما بينهما، يكون عددا عشريا اذا كان، معناه وقتاش يكون هذا عدد ناطق عشري؟ اذا كان يشمل تحليل مقامه. لما تتاكد باللي بي وكي هذو عددان اوليا فيما بينهما، نديروا التحليل تاع المقام الى جذاء عوامل اوليه، الى لقينا في هذا المقام عوامل، يعني في الجداء تاع العوامل الاوليه، اذا لقينا العاملين 2 أو 5، معناه نلقى 2 أو 5 ولا 2 و5، فاهمين؟ واش معناه هذا؟ نلقى 2 أو نلقى 2 برك عادي، نلقى 5 برك عادي، نلقى 2 و5 مع بعضهم مضروبين في بعضهم عادي، لكن لما يكون معاهم عدد آخر من غير 2 و5 ماهيش عادي. معناه إذا لقينا 2 برك ولا 5 برك ولا 2 و5 مع بعضهم فإن العدد عشري، إذا لقينا 2 معها عدد اخر ولا 5 معها عدد اخر ولا 2 و5 معاهم عدد اخر، هنا يكون عدد غير عشري، عدد ناطق لكنه ليس عشري. جبنا مثالين، راح نتاكدوا من هذا المثال الاول ونتاكدوا من المثال الثاني، يلا تابعوا معايا مليح. مثلا عندي 21 على 4200، ولا نبدا بهذه الاولى. عندي 35 على 98، صح؟ هذا الكسر قادر يكون قابل للاختزال، قادر يكون غير قابل للاختزال. معليش، حنا واش راح نديروا؟ نروحوا نحلوا هذا المقام، نديروا له تحليل الى جذاء عوامل اوليه، صح؟ جبت لكم واجده لانه على بالي تعلمتوا كيفاش ديروا تحليل الى جذاء عوامل اوليه. 98 هو وش هي؟ هو 2 في 7 اس 2، صح؟ باش نكتب هذا الكسر على شكل كسر غير قابل للاختزال، حتى 35 نكتبها بشكل 5 في 7. ما دام كاين 7 الفوق و7 لتحت، هذا الكسر واش به؟ قابل للاختزال. معناها كنا قادرين ديجا نقسموا هذه على 7 وهذه 7 بعد نديروا التحليل، ولا نديروا هكا مباشرة كما تبغوا، صح؟ إذا واش يعطيك هذا يا جماعة؟ تروح 7 مع أس 2، لأنه هذه، اسمعوني مليح، هذه راهي أس 1 وهذه راهي اس 2. واش تولي؟ تولي 5 على 2 في 7. دوكا جماعه شوفوا لي المقام، ما تشوفش مع البسط، شوف المقام. دوكا هذا غير قابل للاختزال، علاش؟ لانه الاختزال اللي كاين اختزلنا الحين هذه مع هذه.
وش بقى لك هنا؟ تروح سبعة مع الأس اثنين تبقى لك سبعة، واحدة كأنه زوج سبعات، راحت واحدة مع واحدة تبقى لك سبعة. إذا الآن المقام شوفوا لي، هل أسكو فيه جداء العاملين اثنين وخمسة برك ولا فيه أعداد أخرى؟ كاين أعداد أخرى، ومن هذا ليس عشريا، إذا عدد ناطق ليس عشريا. نفس الطريقة نروح الآن إلى الكسر الثاني أو العدد الناطق الثاني، عندي 21 أعلى 4200. علاش حبيت ندير لكم هذه الأمثلة؟ لأنه في بعض الأحيان تلقاهم واجدين مختزلين، وفي بعض الأحيان لا، لازم تختزل وحدك. صح جماعة، 4200 كي ندير لها التحليل واش نلقاوها؟ هي 2 أس 3 في 3 في 5 أس 2 في 7. صح، و 21 وش هي؟ هي 3 في 7، 7 في 3 تعطيك 21. لاحظ معي جيدا، يمكن اختزال هذه مع هذه، صح ولا لا؟ ونختزل هذه مع هذه، وش يبقى لك فوق؟ يبقى لك الواحد، مش الزيرو، يبقى لك الواحد. واحد على هنا وش يبقى لك؟ 2 أس 3 في 5 أس 2. لاحظ معي جيدا، هذه جداء عوامل 2 و 5 فقط؟ نعم، إذا هذا عدد عشري. إذا هكا تعلمنا كيفاش نثبتوا إذا كان عدد عشري ولا غير عشري باستخدام التحليل إلى جداء عوامل أولية. أحبتي في الله، طلبتي الأكارم، هنا نكون وصلنا لنهاية هذا الدرس. دائما نقول إن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا الشيطان. شو أقول ذكا؟ أستودعكم الله، السلام عليكم، نلتقي في الحصة القادمة إن شاء الله.